شوط آخر ويتحرك زميلي محمد بن سعيد بن معدن ليشاركني بالتعليق على مجريات هذه الأشواط. أتمنى له حسن المتابعة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية مع انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني خاص أيضا بالإذاع الإبكار لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. مشاهدين الكرام، الشوط الثاني مشاهدي الكرام وشوط التأهيل الشوط الثاني مشاهدي الكرام الشوط المهجنات الأصائل مشاهدينا الكرام. شفنا أيضا اللي فازت وخذت المركز الأول، المركز الثالث، المركز الثالث أصبح من نصيبها اللي هي لمعة السيد حمد بن سالم بن سليم، والمركز الرابع اكتشاف مشاهدينا الكرام للسيد عبد الله بن حميد بن كعيب، والمركز الخامس سيد علي بن عبيد بن رشيد اللي هي سرابه. هذه الخمس المراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء، يا اخواننا المضمرين، يا ملاكي هذه الهجن، يلا بنشوف هناك لا زالت يعني واضحه المركز الاول، واضحه للسيد خليفه بن سلطان بن رشيد ماخذ المركز الاول ومستمتعه بالمركز الاول. المركز الثاني اصبح من نصيبها اللي هي لمعه للسيد حمد بن سالم بن سليم. المركز الثالث هناك، المركز الثالث سرابه للسيد علي بن عبيد بن رشيد. المركز الرابع مطيله لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد بن سعيد بن مكتوم، يضمن السيد عبيد بن محمد بن ضبيعه. ولكن خلوني مع واضحه، خلونا مع واضحه، الكل يصير مع الواضحه، الكل يصير مع واضحه. يا الله يا خليفه، يا بن سلطان، يا بن رشيد، وينك يا واضحه؟ وينك؟ وينك يا واضحه؟ سارت واضحه عن الشوط، سرحت واضحه عن الشوط. ما شاء الله، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. مشاهدي الكرام، من دون تعليمات العصاقوس، من دون تعليمات، ما شاء الله تبارك الله، خلاص طارت بالمركز الاول، طارت بالناموس، طارت بالسلام الى العوير، يا خليفه، يا بن سلطان، يا بن رشيد، هنيالك، هنيالك على فوز واضحه 200 متر ما تبقى عن خط النهايه، واضحه ماخذ المركز الاول من دون منافسي على الاطلاق. تهانينا والناموس، للخليفة بن سلطان بن رشيد، وسلام سلامها، ارتاحت، ريحها، ما قال له شيء، مرتاحه، ما شيء بيوصلها، خلاص وصلت الى خط النهايه. تهانينا والناموس للسيد خليفه بن سلطان بن رشيد على فوز واضحه بالمركز الاول. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان محمد، المركز الثالث لعلي بن رشيد، المركز الرابع لبن سليم، والمركز الخامس لبن كعيب، والمركز السادس لسمو الشيخ حمدان محمد، والمركز السادس مشاهدينا الكرام هناك عند اللجنه ومشاهدينا الاعزاء. ما شاء